بالتأكيد تحدثنا عن العلاقات في المجالات المختلفة، خاصة مجالات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا الطاقة النظيفة وقطاعات النقل والمواصلات والاتصالات. كل هذه المجالات تحدثنا عنها، اتفقت مع صديقي توني بلينكين في على أن يكون هناك جدولا زمنيا لعقد باقي مجموعات العمل المتفق عليها في إطار الحوار الاستراتيجي في الفترة القادمة. أيضا يعني تحدثنا عن الالتزام المشترك والتوجيهات المشتركة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس جو بايدن للعمل على إعطاء مزيد من دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين الصديقين. تحدثنا أيضا عن العديد من الملفات الأخرى الثنائية، تحدثت عن المرشح المصري والعربي والإفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو وأهمية أن نرفع هذا الظلم التاريخي عن الحضارة العربية العظيمة والحضارة المصرية العظيمة بأن يكون هناك مديرا عاما لليونسكو من مصر ومن المنطقة العربية. تحدثنا عن العديد من الملفات الإقليمية والدولية، التحديات الخطيرة التي تواجه الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية وفي منطقة البحر المتوسط وفي أيضا والتي تواجه العالم في ظل حالة الاستقطاب الحالية، تفرض على بلدين كبيرين بحجم الولايات المتحدة وبحجم مصر أن يكون هناك حوار مستمر وحوار دائم بينهما. تحدثت أنا من جانبي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتحركات المصرية الشديدة الإيجابية في تنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتي رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان، وما نقوم به من جهد في هذا الشأن ليس لإرضاء أي طرف خارجي ولكن لمصلحة الشعب المصري، والتزاما من السيد رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يركز على الحقوق الإنسان المدنية والسياسية، حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، حقوق الإنسان الثقافية أيضا.